سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم اليوم في برنامجكم الشيق غارات جوية على الإرهابيين الدعوشة ديال محمد السادس وزبانيته الملاعين. اليوم كانت غارات جوية قمنا بها على نظام الدعوشة، وكنا استهدفنا فيها الدرك الإرهابي، الدرك الهلكي ديال محمد السادس، يعني ليطا ماجور ديال محمد السادس اللي كيخلعوكم القيادة العليا. وايوا ملي كتسمع القيادة العليا تقول معناتها شنو هادو. فالهجوم ديالنا كان عليهم، وشوفوا كيفاش هضرنا معاهم وكيفاش كيتجاوبوا معانا، كيفاش. وهنايا المغربي سنت مزيان وفهم ملي كنقول لك الهضره راه الجمهوريه هي الحل، راه ما كاينش شي حل من غير الجمهوريه، خاصك تفهم وتكون واعي. رحنا هذا الهدف ديالنا من هذه البرامج ديالنا هو التوعيه فقط، بغينا نوعيو، لان هذا حرب اعلاميه على الدعوشه. سمعوا هاد واليوم الاخوان ديالي غادي تسمحوا لي، لان الحلقه ربما غتكون طويله شويه نظرا لان التسجيلات كانت طويله، ما عنديش، انا كنحاول نديرها قصيره باش ما تاخذش لكم الوقت بزاف. اسمعوا معايا، سمعوا للدرك الهلكي. البركة الملكي في خدمتكم. البركة الملكي، البركة الملكي في خدمتنا حنا ولا في خدمة الملك؟ خدمة الملك. خدمة الملك، داك الشفار، داك المجرم، كتختطفوا الناس وكتعذبوهم، هذا هو الدرك الملكي اللي مصدعين النبي يقول لنا أمن وطني. ألو، قلت لنا بأن هذا الدرك ديال الملك ماشي ديال المواطن، يعني كيحمي هذا غير الملك ما يحميش المواطن. لا لا لا، الملك هو اللي عايش في هذيك البلاد، ما كاينش 40 مليون ديال البشر تما اللي كتكرفصوا عليها في سمية الملك. الملك المجرم. درك الملك خويا، هاد الملك المجرم غادي يبقى في الجرائم ديالو، ما غاديش يتحاسب ولا شنو؟ هاد محمد السادس المجرم. الو، هضر معايا شي واحد، مالكم مخلوعين؟ فمالكم انا كنخلعكم ولا شنو؟ هضروا معايا. وهاد الدرك المتكي باش تسمو راسكم الدرك الوطني، الدرك شي حاجة؟ غتقول لي انا غير خدام، راك شاركتي في الجريمة. الو، نعم خويا، قلت لك هاد المجرم محمد السادس غادي يبقى غير في الجرائم ديالو، ما غاديش يتحاسب، ما غاديش يحبس زعما. نعم، هاد المجرم محمد السادس، هاد الديوث محمد السادس غيبقى غادي في هاد الجرائم ديالو، ما غاديش يتحاسب. سيدنا وسيدك، سيدنا وسيدك رسول الله، الله ينعلبو هذاك محمد السادس القواد. قواد السواحل، تقول لي سيدك واش انا سيدي قواد؟ اسمح لي سيدك، انت بوحدك الا كنتي تعبد انا حر. هذا انت اللي كنتي عزيز عليك العبوديه انا كنكرهها. تقول لي سيدك، سيدك انت بوحدك الا كنتي تعبد وهو سيد، ما كاين حتى مشكل، هذا هو اللي كاين. اما انتم هذاك الملك الشفار، هذاك المجرم اللي الجرائم ديالو كاع ما بغى يحبس منها، وباقي يسرق وينهب ويشفر وتعتقلوا الناس وتبركوهم على القراعي، ما كتحشموش نتوما، دخلت عليكم بالله، نتوما واش بشر ولا اش من نوع ديال البشر نتوما اللي كتبركوا بنادم على القراعي؟ اعطيوني اش من نوع ديال البشر، كيفاش تبرك خوك على قرعه وهو كيغوت مسكين ربي اللي خلقو، انت كتبرك عليه كتشرك ليه سمصاصو باش يقول لك الله يرضي عليك هذاك الحمار السادس المجرم؟ وانتوما صاحبي كونوا وطنيين، مالكم انتم حيدوا منكم هاد الانانيه وكونوا وطنيين. واحد يدوز من قدامه محمد السادس يعطي واحد القرطاسه في دماغه تشرشمو. هاد محمد السادس حتى اللي غادي يبقى هاد العنكبوت، هاد الحمار، هاد الضبع. طب لا ما تسمط، لا بغيتي نعطيك المعلومات ديالي نعطيهم لك، انا نعطيك معلوماتي انا
كاملين، ما شنو بغيتي؟ بغيتي لا كارت ناسيونال، بغيتي السمية، بغيتي شنو؟ الو الو وبارك الملك. والدارك اللي مشارك في الجريمة ديال محمد السادس، ماشي جريمة، الجرائم. هنا كتشوفوا كيفاش هذا اللي قال لك داراك، اللي قال لك مسؤول على الامن ديال البلاد، يعني هذه القياده العليا كيفاش تيتعاملوا مع المواطن وكيفاش كيجاوبوا. ما مسوقيت لك مخلينك، الا كنا غالطين صحوا لينا، قول لنا بانك انت غلط. هذا كياكد بانكم عارفين بان محمد السادس مجرم، وهو اللي كيبرك الناس على القراعي، وهو اللي كيدير هادشي كامل، وانتم خدامين معاه في هادشي، ويعني الجرائم ديالكم متعدده، وراه غيحاسبوكم الجمهوريين على هادشي. الجمهوريين راهم متابعينكم وراكم ستحاسبون. وهذا الحمار السادس، هذا الكلب، تفو عليك محمد السادس، هذا الحساب ديالو سيكون حسابا عسيرا. نكمل التسجيل. تيخليك وتيمشي وتيرجع، ما عندوش مشكل. تقلبي بالله. دارك الإرهابي. دارك الإرهابي هذا ياك.
نتوما دارك وطني ولا دارك ارهابي ولا دارك هلاكي ولا شنو يعني؟ علاش ما كتدافعوش على داك الشعب اللي كتخلصوا من الضرائب ديالو؟ هالو ما تسمعني، هضر معايا وغنشرح لك. سولني وانا غنعطيك كاع، ما تسول شي واحد اخر. إذن أنتم جبناء
يمكنش تواجه الجمهوريين، لذلك سوف أقوم بإنهاء هذه المكالمة، سأتصل بكم لاحقا. وأشهد الجمهورية المغربية إن شاء الله يعني نعلن قيام الجمهورية المغربية ومحاسبة الخونة ومحاسبة المجرمين، وعلى رأسهم المجرم محمد السادس الملعون لعنة الله عليه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، هنا هذه كانت يعني المكالمة ديالنا مع القيادة العليا للدرك الإرهابي، أو الدرك الإرهابي، الدرك الهلاكي، الدرك المتكي. ثم من بعد غادي نقوموا بواحد المكالمة الثاني، لواحد الهجمة أخرى على هذه الدعوشة، الدرك المتكي، الدرك الإرهابي، الدرك الهلاكي. متكي لأنهم كيركعوا لمحمد السادس وكينحنيوا ليه، الدرك الهلاكي لأنهم كيهلكوا في داك الشعب، والدرك الإرهابي لأنهم كيديروا الإرهاب. وهذا الشيء باعتراف دريس البصري اللي كان وزير ديال الداخلية، وبأدلة وبوثائق من المخابرات ديال الكلب محمد السادس، وثائق رسمية. احنا عندنا نسخ منها، واللي قال شي حاجة نعطوه هذيك الوثائق. ودخل اخويا غير الانترنت وراك تشوف، يعني راه اصبح محمد السادس معروف عالميا بأنه إرهابي. لكم تسجيل. وعاشت الجمهورية المغربية فعلا، يعني أن هذا الدعوشة منهزمين هما أصلا. ثانيا عندنا تقارير مؤكدة من داخل العسكر ديال المغرب أنهم حتى التدريب لم يبقاوش كيتدربوا، هما حتى كيكون المواطن كيخرج للشارع كيعطوه السلاح باش يضرب المواطن. يعني العسكر ديال المغرب كتخلصوه نتوما يا المواطنين، يا داك اللي كتقول عاش الحمار، ها عاش الحمار، وها حمارنا احسن حمار في العالم، وهذا الملك زوين وما كاينش بحالو. انت كتخلص داك من الضرائب ديالك اللي خاصك تستافد منها، ما عمرك استفدتي منها وعمرك باغي تستافد منها في حياتك. هذيك الضرائب ديالك كتمشي لداك العسكر، كيتخلص منها العسكر، كيعطيهم حتى هما جوج ريال لارو، ولكن راه كيدربوا غير باش يقتلوك انت الا درتي الانتفاضه، ما كيدربوش على اي حرب. وبالتالي هذه كتبين بان محمد السادس لانه هبيل وحمق ممكن يدخل في مغامره مع الجزائر. غتكون كنتمنى ان الجزائريين يعرفوا بان المغاربه راه مخوتهم وضربوا القصوره، وراه الشعب غادي يعاونكم. شي ضربوا القصر الاول غتلقاو الشعب غادي يتعاون معكم وغيدخل معكم لهذاك الشيء. وهذوك القوات القمعيه كلها خاصها تضرب، ضربوا القصوره اخويا. المهم العسكر ديالنا والو، وزيد فوالو، واللي صيفطوا ولدو للعسكر صيفطوا يتقتل ويدير العداوه مع الشعب، والشعب جاي بالثوره ديالو، وغتبقى ديك العداوه مع داك الشعب. وشوف فين غادي يرحل، شوف شكون هاد الدوله اللي غتعطيه شي لجوء ولا اللي ما غتعطيهش اللجوء. راه غادي يدخل غادي يمشي بدل الحبس المحاكم الدوليه ملي غيمشي يطلب اللجوء. سيدتي سادتي، نهايه البرنامج، اعتذر عن طول هذه الحلقه في اللي هي الحلقة السادسة. في حلقة مقبلة سنهاجم بعض قلاع الدعشي الإرهابي محمد السادس. والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.